الزوج ما بيعرفش يقرا ولا بيعرف يكتب، وبدات انها تفتح الكليبس بتاع الحقنه وتحقن الزوج اكتر من مره، حقن هوا من غير الله عليكم ورحمته وبركاته. محترمين اليوتيوب، معانا حكم برفض النقض اللي تقدم به المتهمان شيماء صلاح ومحمود بلال من احدى القرى التابعه لمركز ومدينه شبين الكوم. ليه اترفض النقض؟ بعد ما قتلوا حسونة سمك، هو اسمه كده يا جماعة، حسونة سمك الزوج. وكمان لما تعرفوا الدوافع اللي ادت الى مقتل حسونة والزوجة عملت ايه بالحبل وبالحقنة الفاضية. بقول لحضراتكم الزوجة علشان تتأكد من وفاة الزوج حقنته مرتين بحقنة فاضية، مرة في صدره ومرة في راسه علشان تتأكد من وفاة زوجها أبو بنتها. القصة ابتدت من عند حسونة السمك، راجل بيقتاد لقمة عيشه زي أي حد شغال باليومية على دراعه، وهنا كان في بنت في ذات القرية لكن كانت كبرت شويتين، وعلشان الوضع المادي بتاع حسونة فقال ان انا مش مشكلة اتجوز بنت بنوت، برضو مش مشكلة انها كبيرة في العمر شوية. لكن تضمنت القضية الحكم الصادر من محكمة شبين الكوم بقرار الاعدام لمين؟ للزوجة والعشيق، العشيق اللي هو محمود السيد بلال والزوجة شيماء صلاح. ايه ازاي؟ ايه الحدودة يعني؟ وايه الواقعة تمت ازاي؟ زي ما قلت لحضراتكم ان شيماء دي ست كبرت في السن شويتين لكن بنت بنوت، وهنا عشان حسونة وضعه المادي ضعيف شويتين فدور على حاجة تتوافق معها، اتجوزوا وبالفعل تم الحمل من قبل شيماء في طفلة عمرها شهرين. يعني جريمة القتل تمت بعد زواج حسونة من شيماء بشهرين فقط، لكن شيماء ما كانتش متجوزة وصفحتها نظيفة، ما كانتش متجوزة وصفحتها بيضة، كان في عشيق اللي هو محمود السيد بلال كان دايما مرفقها قبل الزواج. وحتى لما تمت الزيجة ما بينها وما بين زوجها حسونة سمك ما زالت العلاقة القاسمة مستمرة ما بينهم، لكن كان المقابلات ضعيفة، خلاص الست اتجوزت ما عادتش تعرف تروح ولا تيجي. طب ايه اللي تم بقى في القصة دي؟ الزوج بيطلع يشتغل طول النهار وبيرجع بعد المغرب، وطبعا يعني مريض من بعض الامراض وبياخد حبوب، فهنا كانت دايما الزوجة متعودة ان هو اول ما بيدخل علشان الارق والتعب اللي بيقابله طول اليوم فكانت بتديله العلاج او كمية العلاج اللي محددها ليه الدكتور. الزوج ما بيعرفش يقرأ ولا بيعرف يكتب يا سادة، وده كان دافع كبير قوي لاتمام الجريمة. طبعا بعد ما اتجوزوا بشهرين الزوج حسونة سمك شك في اخلاق شيماء، بدا ينهارها وبدا يضربها وبدا يدعي انه ناس بتقول له كلام. وهنا الزوجه طبعا يعني شهرين وتم الحمل في طفله عندها شهرين بالظبط، وطبعا هنا الزوجه ما استحملتش الافعال والشكوك بتاعه الزوجه اللي هي كانت حقيقيه ما كانتش شكوك معذره، وتأكدنا بعد كده من تحويل القضية لمحكمة الجنايات وبعد كده لمحكمة النقض اللي رفضت الطعن وإقرار الحكم على المتهمين الاثنين. الاثنين اتقدموا بحكم أو برفع قضية في محكمة النقض لتخفيف الحكم أو البراءة، لكن تم رفض النقض. هنحكي لحضراتكم القصة من البداية للنهاية. الزوج اللي هو حسونة سمك شك في أخلاق الزوجة اللي هي شيماء صلاح، وطبعا التصرفات الزوجة، ودايما التليفون محطوط تحت الطرحة، ودايما أول ما بيدخل بيلاحظ إنها بترمي التليفون تحت المخدة أو في أي مكان ومتوترة في بعض الأحيان. هنا بدأ الشك يدق في قلب الزوج اللي هو حسونة سمك، وبدأ يواجهها وبدأ ينهارها، وبدأ في بعض الأحيان يقعد في البيت ويقول لها طب أنا قاعد منتظر العشيق بتاعك. لكن بعد شهرين من الزواج
فكرت الزوجة انها ازاي تتخلص بقى من زوجها اللي كل شوية يشك فيها وكل شوية يضيق الخناق عليها، وبالفعل بدأت انها تخطط وترتب في الخلاص من الزوج. الشيطان كان حليف الزوجة والعشيق، وهنا طبعا هتستعين بمين غير الحبيب العشيق اللي هو محمود بلال. بدأت انها تتكلم معاه، والعلاقة دي كانت مستمرة قبل الزواج، فعلشان كده استمرت بعد الزواج. استمرت العلاقة بعد الزواج بشهرين لحد ما اتفقوا على مقتل المرحوم حسونة سمك. لكن الزوجة هنا قسمت الأدوار. يعني ايه قسمت الأدوار؟ مش الزوجة والعشيق يكونوا موجودين في مسرح الجريمة، لا، ده الزوجة اتفقت مع العشيق ان جوزها بياخد دواء، فبالتالي بيرجع من الشغل تعبان، فبالتالي محتاج حاجة تقويه ولازم ياخد الجرعة بتاعت العلاج. بالفعل هنا اتفقت مع العشيق، قالت له انت كل دورك ان انت هتجيب حبل او وثاق قوي ومتين علشان بعد ما انا اخدره تيجي على حسب التليفون والاتفاق تيجي تخنقه معايا. لكن الزوجة زادت بقى في الواقعة وزادت في أدوات الجريمة، استخدمت الخمار اللي هي بتلبسه وكتمت بيه الأنفاس، واستخدمت كمان حقنة هوا علشان تؤدي إلى مقتل أو التأكد من مقتل الزوج اللي هو حسونة سمك. بالفعل الزوج يوم الواقعة رجع بيته تعبان، وكانت طبعا الزوجة محددة المكان والميعاد لأن والد الزوج كان عنده مشوار ضروري في اليوم ده وهيروح ومش هيرجع غير تاني يوم الصبح. يعني مخططة ومرتبة ازاي يتم تنفيذ الجريمة وازاي كمان يتم الخلوص من جثمان المتوفى. بالفعل الزوجة اول ما الزوج حضر للبيت وكان مرهق بدأت ان هو يتعشى، وقالت له خد الدواء يا حسون علشان انت تعبان ومرهق النهاردة غير كل يوم. الزوج ما بيعرفش يقرأ ولا بيعرف يكتب، وهنا فايدة التعليم يا جماعة. طيب مش هنخرج عن الموضوع ونكمل قضيتنا. هنا الزوج حضر واتعشى وبدأت انه تديله الاعراس اللي هو متعود انه ياخدها، علاج متعدد شكل بعضه، بدأت انها تجيب مخدر بنفس اللون واعطاته 3 اقراص مخدر علشان يروح في سبات عميق ما يقدرش انه يتحرك او حتى يشعر بايه اللي هيحصل. هنا الدور العشيق كان يدوب هو هيجيب الحبل ويوثق الحبل، بيكون شرط الزوجة يعني شرط العشيق انها كانت مشترطة على الزوج على العشيق انها تجيب ان يجيب حبل من اللي هو التخين ده اللي هو حجب تخين اللي هو يعني ايه بيكون قوي. بالفعل هنا طبعا علشان الجو يخلى ويتجوزوا ويعيشوا في تتبع خطوات الشيطان وخلاص، وهنا واهم ان هو يتجوزها بعد كده. هنا طبعا الزوجة اول ما الزوج جه اتعشى اداته الدواء بتاعه والجرعة بتاعته وراح في سبات عميق. اتصلت على العشيق اللي حضر في نفس الموعد وكان معاه تورسيك، دخل لقى الزوج مسطح يعني خلاص فقد الوعي وفقد الإحساس والشعور. طلع الحبل اللي كان جايبه معاه وربطوه ولفوه على رقبة المجنى عليه. تخيلوا من الكفر والجرم عملوا ايه، ربطوا الحبل. طبعا لما بلف الحبل دايرة فبيكون في طرف يمين وطرف شمال، العشيق مسك من الطرف الشمال او اليمين والزوجة مسكت من الطرف الاخر، مع ان الزوج في سبات عميق فاقد الوعي والادراك كمان، وكل متهم من الاثنين سواء الزوجة او العشيق كل واحد على قد جهده بدأ انه يشد من الطرف المواجه ليه لحد ما تأكدوا انه مات. انتهت الجريمة بكده؟ ما انتهتش الجريمة بكده. هل الزوجة بقى في الوقت ده تكتفي ان زوجها مات ويفكروا ازاي ان هم يتخلصوا من الجثمان؟ بالعكس، حدث ما لا يحمد عقباه وما لا يتخيله عقل. الزوجة كانت لابسة خمار تحجيبة بتاعت اخواتنا السيدات، خلعت الخمار وبدأت انها يعني تطبقه وتحطه على بق ونفس الزوج علشان تتأكد منها كتمت انفاسه وانه توفى. اكتفت بكده؟ ما اكتفتش بكده، جابت حقنه فاضيه من او سرنجه يعني فاضيه من السرنجات اللي كان بيستخدمها الزوج في مرحله علاجه، وبدات انها تفتح الكليبس بتاع الحقنه وتحقن الزوج اكتر من مره حقن هوا من غير خنق ومن غير حجاب ومن غير حبل. كان الزوج ميت، والحقنة لوحدها حقنة الهواء بتؤدي إلى الوفاة. بدأت تحقن الزوج حقنتين، واحدة في الصدر وواحدة في النافوخ في الدماغ علشان تنهي وتتأكد من إنهاء حياة زوجها على الفور، والعشيق واقف يتفرج.
هنا طبعا بعد ما انتهت من انتهوا هما الاثنين من ارتكاب الواقعه مارسوا الرذيله جنب الجثمان، وكمان اتشطفوا واخدوا شاور في قلب الشقه معهاش اولاد كلها حامل، انها في بنت عندها شهرين، وبداوا ان هم يمارسوا الرذيله وكمان استحموا او اتشطفوا او اخذوا شاور بقى باي لغه حضراتكم يعني توصل لكم. وهنا كمان اقاموا مأدبه عشاء، اتعشوا وشرب شاي وحلو الكلام والدنيا تمام، لانها مطمنه ان الاب اللي هو والد زوجها في مشوار بعيد ومش هيرجع غير تاني يوم الصبح. انتهت القصه على كده؟ لا، ده فاضل ان هم ازاي يتخلصوا من جثمان حسونة سمك. هنا طبعا الفكرة الشيطانية اللي جت في دماغهم ان هم يشيلوا الجثمان ويرموه على الارض من البلكونة من الدور الاول علشان يجري او ينزل العشيء، مفيش حد في البيت، عشان ينزل العشيء ويستقل التورسيكل الخاص بتاعه ويحمل عليه جثمان حسونة الله يرحمه ويشيله في التورسيكل ويطلع على اي منطقة نائية ويرميه هناك. لكن القدر ربنا سبحانه وتعالى كشف الأقدار، ربنا سبحانه وتعالى بيمهل ولا يهمل. مين اللي كشف القضية؟ ولا كاميرات مراقبة ولا كمان تحريات مباحث. اللي كشف القضية قدرة ربنا سبحانه وتعالى ان الأب وابنه فلزة كبده بيترمى من البلكونة كان الأب موجود على أطراف الشارع، شاف بعينيه ابنه بيتحدف من البلكونة. الأب طلع جاري لكن لقى ابنه مدرج في الدم. مين اللي عمل كده؟ يا فلانة اللي هي شيماء صلاح. وطبعا العشيء جرى بالتروسيكل اول ما حس ان في حد دي جاي على باب الشارع، لكن الاب من بعيد شايف البلكونة. وكل واحد فينا لما بيكون مروح بيته في وقت متأخر بيبقى الشارع فيه اكتر من 30-40 بيت، لكن احساسك ووجدانك ونظرات عينيك بتكون مسلطة على البيت اللي انت قاعد فيه. هنا طبعا الاب تواجد، لقى الابن واقع ولقاه خلاص متوفي ومدرك في الدم. هنا بدا ان هو يسال يا شيماء، قالت له يا بابا ده هو انتحر، ده كان بيهدد انه بينتحر. طبعا الراجل امي اخر فمش فاهم كلمه انتحار، ازاي انتحار من الدور الاول ويقع على الارض ويتوفى، لانها كانت قاعده هي وحسونة في الدور الاول العلوي اللي احنا بنقول عليه الدور الثاني. الحيل ما دخلتش على النيابة العامة ولا المباحث بعد إبلاغ الأب الجهات الأمنية، بدأت نصب الأكمنة والتحريات وتم القبض على الزوجة، ومن خلال التحريات جابوا تاريخها وسلسلها قبل ما تتجوز كمان وعلاقتها بمحمود بالسيد بلال. وطبعا يعني أنكرت في البداية، وبعد كده هي في اعترافاتها بتقول إن الأب كان في مشوار وجه وشاف ابنه وهو ينتحر. ازاي هنا السؤال كان من موجه من وكلاء النيابه للزوجه، ازاي هينتحر من الدور الاولاني فهيقع سليم او هيقع تحصل له بعض الكسور وبعض المضاعفات. لكن هنا طبعا بتضييق الخناق على الزوجه وبعد اجراء تحريات كتير قوي من رجال النيابه العامه توصلوا ان القضيه فيها عشي، ان القضيه فيها طرف تاني. لكن بعد تضييق الخناق ايه اللي تم؟ اعترفوا بالجريمة وتم تمثيل الجريمة وحكوا كل التفاصيل اللي انا حكيتها لحضراتكم. هنا طبعا يعني منظر الاب وهو بيشوف ابنه وهو بيقع قدام عينيه يعني شكل لحظات ان هو ممكن يكون نط او ازح من البلكونة، واللي اكد له كلام الزوجة قالت له ده هو نط من البلكونة، لكن دي جريمة، جريمة تم مقتل الزوج سواء هو منتحر او غيره. فتم ابلاغ الجهات الأمنية وادعاء الزوجة ما دخلش على النيابة العامة وما دخلش حكاية قصد الانتحار من الدور الأولاني. وهنا بمعاينة النيابة العامة وضبطوا العقار المخدر اللي استخدمته الزوجة والحبل كمان والسرنجة أو الحقنة اللي تم استخدامها في ارتكاب الجريمة. طبعا الجريمة دي بقى لها فترة في حدود سنتين، وطبعا تناولت القضية درجات عديدة من القضاء والجلسات، لكن انتهت في النهاية بمحكمة شبين الكوم اللي أصدرت الحكم بالإعدام وتحويل القضية لمحكمة النقض، يعني اللي هي القضاء الإداري أو القضاء العالي. لكن هنا الزوجة والعشيء قوموا محاميين وما أكثر من المجادلين في الحق بعد تصوير معاينة وبعد اعترافات وبعد أدلة
وبعد كمان ما تم العثور من قبل النيابة العامة على أدوات الجريمة اللي استخدمت في مقتل حسونة سمك، سواء حبل أو خمار الزوجة أو حتى كمان السرنجة أو الحقنة. طبعا توجد محاميين وحاولوا أنهم يترفعوا في درجات التقاضي الأولانية، لكن بقت محاولاتهم بالفشل، وكمان هنا اتأيد الحكم من محكمة جنايات شبين الكوم عشان تتحول بعد كده لمحكمة القضاء العالي علشان يتم رفض الحكم. يعني خلاص المتهمين طعنوا في حكم الإعدام، لكن قدرة ربنا سبحانه وتعالى كانت فوق كل شيء، تم رفض الطعن وإقرار الحكم من محكمة النقض، وتم يعني الحكم ده تم من قيمة رفض النقض من قيمة شهر بالظبط، لكن تنفيذ لحد النهاردة خلاص ما عادش فيه درجات ولا عاد فيه التماس ولا عاد فيه أي حاجة. طالما القضية انتهت في حقيبة القضاء العالي خلاص، يبقى دلوقتي منتظرين تنفيذ الحكم. فأكيد من وقت ما يظهر لنا تنفيذ العقوبة أو تنفيذ حكم الإعدام في شيماء صلاح ومحمود بلال، فأكيد هنطلع ونسرد لحضراتكم. لكن الدروس المستفادة في قضية زي دي، اولا العشيق اللي انت كنت عاشقاه قبل الزواج كان من باب اولى انه يتجوزك، كان من باب اولى صح، كان من باب اولى انه يتجوزك، طالما الكيمياء ولعت في الذره والحب شعل في الشراشيب، فكان لابد من باب اولى. طالما هو وعدك بالزواج بعد ما تتخلصوا من الزوج، فاكيد كان من باب اولى انه يتجوزك قبل ما تتجوزي او يقترن بيكي المرحوم حسونه سمك. في نقطه تانية عاوزين نتكلم فيها، طالما الشيطان انتم متابعين خطواته، ما بالكم يعني ايه السبب ان انتم تنهوا حياه الزوج؟ انتم عايشين في الرذيله وعايشين في الخيانه وعايشين في الغدر والسفه والحاجات دي كلها، الزوج ذنبه ايه؟ ذنبه ايه علشان تنهي حياته وهتنهي حياتك وحياة بنتك معاكي كمان؟ نفترض ان انت هتولدي بعد كده، لان القضية هتاخد اكبر وقت ممكن من الاحكام، ممكن تقعد سنة او سنة ونص لحد ما يسدل او يتم تنفيذ حكم الاعدام. واحنا طبعا في القانون المصري وتنفيذ قضايا الاعدام، لو الزوجة حامل وحولت او اتحكم عليها بحكم الاعدام فلن يتم الاعدام الا بعد ان تضع المتهمة مولودها، ومش عارف كمان كام شهر كده لحد ما يتم على ما أظن الفطام أو حاجة زي كده. لكن القانون طبعا القانون المصري قانون يسر وليس عسر، فأكيد كده كده هيتم تنفيذ حكم الإعدام، سواء بقى ولدتي ما ولدتيش، واخدين بالكم؟ طيب دلوقتي أنا عايز أفهم السبب، طالما الشيطان أنتوا اتبعتوا خطواته، طالما الشيطان زين ليكم البراسل الغي والرذيلة، ذنبه إيه الراجل؟ في محاكم كتيرة موجودة، محاكم الأسرة، من حقك ان انت تطلقي للضرر، ومن حقك كمان ان انت تخلعي الزوج. يعني دلوقتي خلاص انت نفذت اللي في دماغك، عشقتي وعملت كل اللي في دماغك، طب انت نهيتي حياتك ونهيتي حياة بنتك، ولو بنتك اتولدت بعد كده هتعيش يتيمة الأب والأم، ويا ترى هتواجه مجتمع زي المجتمع اللي احنا عايشين فيه بأي صورة؟ أمها قتلت أبوها علشان كان في عشيق في الموضوع، لله الامر من قبل ومن بعد. لابد ان احنا نتقدم بنصايح لكل زوجه ماشيه في الطريق دوت، اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. ربنا سبحانه وتعالى مش بيعيش البني ادم في الدنيا بس، احنا لنا دار الحق، دار الحق ده الحياه الابديه اللي احنا هنعيش فيها، وكل واحد هيروح بما اوتى من الدنيا باعماله الصالحه باعماله الطالحه، ونتقابل مع وجه كريم. ليه؟ علشان نزود 5 دقايق 10 دقايق ربع ساعة ساعة، إن شاء الله يكون العشيق ده جرار، واخدين بالكم؟ لكن بعدنا عن الإيمان وبعدنا عن الشريعة الإسلامية وبعدنا عن التعليم الدينية اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعها في أرضه، هنا بينعدم الأمان. زوج راح حياته وأنهى حياته بدون أي وجه حق، لكن بنأكد لحضراتكم إن محكمة النقض رفضت قبول النقض، وهنا أقرت بإعدام المتهمين الاثنين سواء شيماء صلاح ومحمود بلال. بنحاول إن احنا نقدم على قد ما نقدر من قضايا مجتمعية بيكون العقاب فيها وخيم، بيكون النتيجة لابد إن المتهم أو المتهمة أو الزوجة أو العشيق بيدفعوا الثمن، والثمن بيكون هنا حياتهم، ما بيكونش ثمن إن احنا بنرجع منهم النزوات اللي خدوها أو غيره، واخدين بالكم؟ فأنا طبعا بنقدم نصايح ونتعلم من أخطاء الغير. كل زوجة
ماشية في الطريق دوت اتقي ربنا سبحانه وتعالى في زوجي وصوني عرضك وصوني مالك، لان العشيق لو كان من باب اولى انه بيحبك ما كانش يتفق معاك على الخلاص من حياة الزوج، لا ده كان يتفق. مش بدهم مشورة والله ولا بدهم يعني يمكن خطوات يمشوا عليها، لكن انا بقول اللي جوايا طالما هو متفق معاك انه يتجوزك في اساليب كتيره قوي تتخلصي منها من الزوج، مش بالقتل ولا بالانتحار ولا باي حاجه، لا ده في محاكم للضرر وللطلاق والحاجات دي كلها. اتبعي الخطوات دي، سيب البيت وغوري في 60 داهيه اهربي مع عشيقك، وما تنهيش حياه بني ادم بدون اي وجه حق يا جماعه، لان القتائل الجرائم عندنا كده في مصر كترت، واحنا بننحرج واحنا بننشر القضايا دي، لكن بننشرها على قد ما نقدر، مش شرط ان احنا ننهي الجرائم، لكن اكيد ممكن يكون في رسالتنا ونصايحنا ان احنا نحد من ارتكاب الجريمة. عندك سبل كتيرة قوي، وطالما اتبعت خطوات الشيطان فاكيد الشيطان هيسول لك حاجات تانية غير القتل. بلاش نورط نفسنا، كل زوجة وكل زوج يعي لقوانين ربنا سبحانه وتعالى ويعي للنتائج الوخيمة اللي ممكن تتم بعد كده. نورتوني بجد وشرفتوني، وبشكر كل حبيب وكل أخ وكل أخت تواجد معنا لنهاية البث. دمتم بخير، كان معاكم أخوكم مجدي الإبلاوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.